السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في الفيديو اللي فات وخلقناكم أزواجا، دي مرعبة جدا. ممكن انت تقعد تفكر كده، ايه المرعب فيها؟ وخلقناكم أزواجا يعني ذكر وأنثى، ايه المرعب فيها؟ لا، المرعب فيها الالتفات، حاجة العلماء بتوع اللغة العربية بيسموها التفات. يعني ايه التفات؟ يعني الكلام في الجزء اللي فات ده كله كان بيعاملهم ان هم مش موجودين، مش حاضرين، بيتكلم عليهم كأنهم غائبين، وفجأة بدون مقدمات اتكلم عليهم او كلمهم خطبهم. بص، يعني عايز تتخيل الموضوع، تخيل ان انت واقف قدام، انت عامل جريمة انت واصحابك مثلا، وواقفين قدام ضابط مثلا، او قدام ناظر مدرسة، او قدام ابوك، يعني انت واخواتك وابوك مثلا، وهو قاعد يتكلم كده بشكل عام، قاعد يقول الناس المجرمة اللي بتأثر في كذا، او الناس قلالات الادب اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا، او الناس اللي مش محترمين دول المفروض هيتعامل فيهم كذا وكذا وكذا، مش قلتلكم؟ تحس ان قلبك ايه؟ قلبك اتهز. ها، الكلام العام يقصدنا ما يقصدناش، بيلمح ما بيرمي، يعني مش عارفين، لكن ده بيكلمنا دلوقتي. ها، عما يتسألون عن النبي العظيم الذي هم مش بيخاطبهم دلوقتي، ده بيتكلم عليهم كأنهم غائبين، هم فيهم مختلف، كلا سيعلمون، هم ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض وخلقناكم. يبقى الملك سبحانه وتعالى كان بيتكلم عليهم على انهم مش موجودين او انهم غائبين عن الحدث، وفجأة بدأ يكلمهم هم ايه شخصيا، ويسألهم وخلقناكم، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. مرعبة، بس للي بيفهم طبعا، يعني اللي بيحس واللي بيعيش مع الايه، مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى.